ما فيش مبلغ عامل بحساب. هبدا اعمل فعلا حساب في البنك، بس في قيود معينه في البنك بيبقوا يلزموك بيها. عندي حساب في البنك. هو انا ليا كارت المشتريات بتاع الشركه، ومع كارت مرتبات، ومعايا كارت مشتريات فقط يعني، انما انا مش محتاج حساب بيه. في سيوله ان انا ابقى معايا حساب في البنك. الظروف الاقتصاديه بتمر بيها البلد ما سمحتش ان انا افتح حساب. المؤسسات اللي بتعمل المنتجات الماليه المختلفه الحقيقه محتاجه تطوير في نوعيه المنتجات اللي هم بيعملوها علشان يقدروا يبقى او نحقق فعلا منظومه شمول مالي متكامله وتكون يعني جيده. ولكن بوجود مبادره زي المبادره اللي قام باطلاقها البنك المركزي مؤخرا، هو الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، علشان نشجع الناس ونوعيهم باهميه انه يبقى ليهم حسابات مصرفيه او حسابات ماليه داخل القطاع الرسمي. فالحقيقه ساعتها البنك المركزي تبنى فكره حاجه اسمها نو فريل اكاونت. ده يعني مفهوم متعارف عليه عالميا. النو فريل اكاونت هي حسابات بنكيه بدون اي مصروفات وبدون اي عبء على الافراد ان هم يدفعوا مصاريف عشان فتح الحساب، او لازم يحطوا بالانس معين كمينيمم لفتح الحساب وهكذا. فهي طلبت من جميع البنوك العامله في مصر ان هم يتخلوا عن المصاريف دي وعن الشروط دي علشان يشجعوا الافراد ان اي فرد عايز دلوقتي يدخل بنك ويفتح حساب بدون اي اعباء عليه يقدر يعمل كده.